مساء الخير جميعا، متشكرين قوي انتوا صبرتوا معانا لغايه دلوقتي. الحقيقه انا محضر كنت حالات طبعا from daily life، حالات ما هياش يعني challenging diagnosis ولا rare cases، حالات بنشوفها كل يوم، فهي مش مشكله تشخيص ولا حاجه، هو بس هنشوف مع بعض الديبيت في المانجمنت. فنعرض الحاله وهنسمع من البانلز بقى رايهم ايه، بحيث ان هنتفق على consensus في المانجمنت. يعني ده واحد جالي 42 سنه، تايب 1 دايابيتس، بور لكنترول الاي 1 سي 9.5، بور فيجن، كان واخد فول سنس اوف سكيورتي ان هو عمل ليزر، بس واضح ان الليزر واز نوت سفيشنت، فرجع بيه نيو فاسكولار بروسيسز وان في اي، وابتدى حصل صب هيالويد هيمرجز وفيه مايت زيستو ديما، والفيجن مودريت 0.2 0.5 سوري، يعني 6 على 12. بانلز دكتور مصطفى، ايه راي حضرتك في حاله زي كده؟ اوجمنت الليزر البان ريتينال، ولا نبتدي انتي في جاف انجكشنز، ولا ماكلر ليزر، ولا فيتراكتومي، ولا اذر اوبشنز اللي ريكومند؟ الحقيقه اختيار الحاله جيد جدا، لان اكشولي نون اوف ذيز از جود، تمام، ليفينج ذا بيشنت الون از نوت جود اولسو. نعمل له ايه بقى؟ نعمل له ايه؟ اولا لازم نتكلم معاه. احنا نقول له ان احنا ايا كان المانجمنت اللي هنختاره من الثلاثه دول، هنقول له ان احنا هنعمل كذا دلوقتي وكذا هقوله دلوقتي حالا يعني، لكن خلي بالك ان انت you are going downhill and soon you may need surgery. تمام، فيبقى معنى كده ان انا مش هكلمه على سيرجري دلوقتي. انا شخصيا ما ادخلش عين شايفه 6 على 12، وزي ما احنا شايفين الماكرة مش حلوه قوي لكن مش وحشه خالص يعني، واعمل لها سيرجري، ان غالبا العيان ده is going to lose vision easily to surgery. انا بالنسبه لي في حاله زي كده هعمل intravitreal anti VEGF followed by laser therapy. pan retinal. pattern tightening. pattern tightening. yes. ما اعرفش الدكتور سمير. انا المسج اللي بقولها هنا دي، انا بقول insufficient laser. ده العيان ده الحقيقه خد false sense of security ان هو عامل ليزر وعمل pan retinal فمطمن، بس الحقيقه ال pan retinal ده is not sufficient. فالفولس سنس اوف سكيورتي دي وصلتنا للمرحله دي ان هو رجع تاني بايديما. المسج الثانيه اف وي اد، زي ما الدكتور مصطفى قال بالظبط، اف وي اد ا لوت اوف هيفي بريفرال ليزر دي ويل اوجمنت الماكلر ايديما، وبص العين بعد الليزر جه نوت هابي ات اول، يقول لك انا بعد الليزر نظري ضعف. اي كومنت من ال يعني ان ذيس كيس زي ما قال استاذنا الدكتور مصطفى، الاهم حاجه in this case is tightening of the laser. ليه؟ لان الليزر is a permanent is not a temporary treatment in these cases. طبعا احنا هنحقن، بس انا بخاف ان انا بعد ما احقن العيان يشعر بفولس امبروفمنت وما يجيش تاني، فيرجع بفيتراس هيمرج او يرجع بالفاسكولار جلوكوما. فانا هعمل زي ما قال استاذنا الدكتور مصطفى، انا انجكت عشان الماكلر اديما، والانجكشن برضه هيقلل النيوفاسكولاريزيشن اللي موجوده. وبعدين I will follow this الليزر بالليزر انجكشن زين ليزر بالظبط. اوكي، حد اكبر 56 years old type 2 diabetes with 0.1 systolic macular edema diabetic macular edema straight forward diagnosis. بس ده unfortunately خد ثلاثه انجكشنز واللي حصل حصل، دروب فيجن فروم 0.1 ل 0.05، الايديما زادت وادي السبريتنال فلويد. السؤال تشينج shift to steroids ولا continue the same or shift to rescue laser macular laser. دكتور مصطفى، ايه راي حضرتك في الحاله اللي بنشوفها؟ ممكن اشوف البروتين انجيوغرافي. شور، اتس فوكال دايابيتيك ماكيولار اديما. Definitely I'll maybe use the same anti VEGF and add laser treatment. Because if we look carefully at these photographs, you're going to find that they are circinate reactions. Yes. And every area has a center that can be treated safely away from the fovea. طب في الحاله الصوره اللي تحت دي، هل you add laser at this point ولا you get it drier شويه عشان الليزر يبقى less spreading؟ لا انا هحقن انتي فيجاف جايز نفس الانتي فيجاف. يس، يمكن انا مش عايز احقن ستيرويدز دلوقتي يعني. خلينا نجرب انتي فيجيف تاني، واعتقد ان السنترز اوف ذا سيرسينيت رياكشن كان بي تريتد ايفن وذ ذيس ابييرنس اوف كورنيال ايديما او اوف ريتينال ايديما. اوكي دكتور سمير،
هو حقن كم مره؟ ثلاثة انت بيشاف والدنيا سائد اكتر. يس اي ويل جيف اي ويل كومبليت 6 انترجيتر انجكشن انذر 3 يعني. يس انذر 3 اند اي ويل ري ايفالويت افتر ذا ثيرد وان. اوكي متفقين. Another case of focal maculopathy with a moderate control at A1C 7.5. The false sense برضو هو العين بتاعنا الحقيقة المعتاد ان هو اول ما خد الثلاثة injections النظر اتصلح قوي وgetting drier فاختفى. رجع بعد خمس شهور ب worsening اكتر شوية. ما جاش في المعاد المطلوب فيه الفولو اب وجيب المنظر ده بعد خمس شهور of stopping the injection. هل هنرجع تاني للloading تاني بدم في good response من الاول؟ هل هنبتدي بقى PRN ولا نغير ولا شيفت الستيرويدز ولا ليزر في الريكارنس او ذيس إديما ديو تو ديليد فولو اب وذ بيشنت؟ لا نرجع في سكسيسيف لودينج انذر لودينج. يس بما ان الجود ريسبونس في الاول ده يس ريبيت اوفن دي امبروف. وبالتالي ننبه على المريض كمان ان هو ما تطمنش لو ان انت بقيت كويس وتمشي وتختفي وتجينا بالمنظر ده. يعني الفولو اب از فيري اسينشال للعيانين دول ما يختفوش وييجوا يقول لك انا بقيت كويس خلاص. اتفضل. مش سامع. لا فكك عادي. اظهر ديكس عشان يطول معاه بقى ويختفي براحته بقى. اوكي. انا عايز اقول حاجه بالنسبه للاظهر ديكس. انت يو شود فولو اب ذا بيشنت افري مانث خلاص لان بيبقى في انتر اوكلر بريشر سبايكس وممكن يكون في سام سورت اوف كومبليكيشنز برضه للبلت اللي احنا بنحقنها فانت لازم تتابعها كل شهر. فحتى لو العيان مش كومبلاينت لو هنحقن اظهر ديكس ده مش معنى ان احنا ما نشوفش العين. لا احنا لازم نتابع العيان ابري مره. صح. اي بالظبط. هو الاي او بي بيبقى يعني اكسبكتد من 4-6 اسابيع يعني هو يتابع. بس يو ريزيرفت اونلي للسودو فيكيكس ولا الفيكيك كمان؟ احسن طبعا. هل احنا هنتكلم تاني عن الاوزوردكس؟ لا. عايز اعرف من انا ما استعملتش اوزوردكس بس عايز اعرف واتس جود اباوت اوزوردكس او واتس بيتر اباوت اوزوردكس عن الترايمسينولون. احنا حققنا حالات كتير اوزوردكس يعني اي هاف ا ليتل اكسبيرينس برضه متواضعه. احنا عندنا الريت طبعا او الانسيدنس اوف انكريز انتر اوكل بريشر اقل بكتير في الاوزوردكس تمام وبيديك سستيند اكتيفيتي. هم شركه بتقول 6 شهور بس اكشوالي هي 3 شهور من يعني 3 شهور بالكتير. الحاجه الثانيه كمان الانسيدنس اوف كاتراكت اقل في الاوزوردكس بس ليه؟ طبعا الاوزوردكس از بريزرفتيف فري ليه الحاجات الادفانتجز اوفر الترانسين. والحقيقه انا حقنت كتير قوي ترانسينولون الايفكت بتاعه. شكرا ان انت قلت انه 3 شهور الاوزوردكس مش اكتر من كده. والحقيقه انا يعني الانسيدنس اوف هاي انترا اوكلر بريشر مع ترانسينولون مش اكتر من اللي بقراه في الليتريتشر عن الاوزوردكس. عموما في الفيكيك بيشنتس اي دونت انجكت الا بقى از ا فيري لاست ريزورت. الفاينانشال بيردن بتاع الاوزوردكس قد ايه؟ مفيش نسبه بس احنا بنتكلم على البيشنت الانشورد مش يعني احنا في الانشورنس احنا لو العيان محتاج الاوزوردكس بيتحقن انما لو في البرايفت لا طبعا في فاينانشال بيردن كبير جدا يعني. هو على الاقل فاينانشال بيردن على الهيلث سيستم يعني مين اللي هيدفع مش مهم لكن في النهايه. طيب لو نتعنا الكاتيجوري تانية بقى الحقيقة دي فيها decision already taken بس نشوف ازاي نحن بقى somewhat cautious. نرجع هنا للسلايدز بليز. حد هيغير يا ترى؟ لما نعمل الكومبايند فلوريسين واوستي كده مع بعض بنلاقي فيه المنظر ده. سيك توت بوستيري هالويد فيرملي ادرنت للماكلر اريا.
هل هنا هنفكر في injections anti VEGF injection ولا نفكر في primary vitrectomy على طول؟ هو في فيترو مايكرو ريتراكشن العيان ده دايابيتك دايابيتك ما بتقدر يجيبها الفلوسين بتاعها موجوده لا انا بالتاكيد احاول انترافيترال انجكشن ستيل اولا المنظر الايديما دي از نوت اتراكشن الايديما ذيس از ا ترانسوديشن ايديما الحاجه الثانيه ان ما يغركش منظر السيجال ابييرنس غالبا السيجال ابييرنس ده في الدايابيتكس بيبقى معاه a very badly adherent posterior hyaloid to the peripheral retina and you may end up by inducing peripheral retinal break وتحول العيان ده من diabetic retinopathy combined diabetic retinopathy and rigmatogenous retinal detachment. Thank you Dr. Mustafa. الحقيقة فعلا ال repeated injections بتعمل حاجة اسمها angiofibrotic switch. صحيح بنقلل الانجيوجينيسيس بس بنزود الفايبروتيك رياكشن بس زي ما قال الحقيقه استاذنا دكتور مصطفى فعلا مش كل عيان بيعمل كده. في عيانين مع ريبيت انجكشن بلاقي بالعكس بتفك وتبقى اريح بس مع البراكتس بيبان مثلا من اول حوالتين ثلاثه المنظر ده لو لقينا اللي على الشمال دي بري حوالتين ثلاثه الثلاث تراكشن يزيد هل هنا اي شود ستوب ولا هكمل انجكشنز بقى؟ ايه رايك؟ ان ذيس ستيج ده المنظر اللي على اليمين ده بعد حقنتين يس نو ان ذيس ذير از ان ايفيدنت تراكشن هنا نقف يس ذيس از انترو بوستيريور تراكشن تمام انا ثينك ذيس از ذا تايم فور انترفينشن فور فيتريكتومي تمام هنا اللي حصل السويتش اللي بنقول عليه ده تحولت من انجيوجينيسيس انتو فايبروتيك رياكشنز اكتر لان فعلا في حالات بنشوفها مع البيرسيستنس اوف ريبيتد انجكشنز بص لا انسيستنج على انجكشنز بص عملت لاميلر هولز فهنا يعني when we start ولقينا ان هو التراكشن بيزيد بالتالي نهدي شويه الانتي في جي اف ونشيفتها انا مش عارف راي دكتور حسنين ايه هو هنا برضو في فيتريتنال ايفيدنت فيتريتنال تراكشن اي شود جو يعني in this case I would go for vitrectomy with sparing foveal sparing the foveal من الاول خالص يعني ما تدريش انجكشنز خالص لا 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 اوكي هو في حاجه برضو ناخد بالنا منها ان the least happy patients among all vitrectomy cases are those with diabetic macular edema صح طيب المشكله اللي برضو بنقابلها لما نشوف عيان بقى with good vision good vision عيان جاي ب 20/20 vision عنده mild changes والاوس دي ماكلا looks very very normal هل نعمل اشورنس العيان ده ونقول له ستريكت كنترول والدايبيتيك كنترول والهايبرتنشن كنترول ونتابعه ولا هاو كلوز نتابعه قد ايه بقى؟ سوري لما نشوف عيان ويز فيري جود فيجن 2020 والماكلا او سي تي نورمال بس عنده التلب باك جراوند تشينجز هل فولو اب 3 مانس افري 3 مانس مع ستريكت كنترول لكل الفاكتورز الليبيد بروفايل والبلاد بريشر والدايبيتس الاوبوزيت بقى لو لقينا في سم مايل جديد والفيجن ابتدى يبقى 20/25 6/9 6/12 كده هل هنا بقى هنبتدي ندخل لان في بروتوكول في الحقيقه بيقول لنا ايفن والسنتر انفولفمنت وي كان فولو اب ذيس بيشنت بس هل ده سوري انا هقولها ابلايد للكالتشر بتاع العينين بتوعنا ولا لا ابدا البروتوكول ده كويس وكل حاجه بس هل ده ابلايد يعني بنشوف عين زي كده ويز مايل اديما وسلايد دروب اوف فيجن والمنظر ده هل نفولو بروتوكول في ده ونتابعه ولا ندخل بقى؟ انا ماي اوبينيون لو البيشنت 6 6 او 6 9 انا لازم اعمله سيستميك ستريكت كنترول للدايبيتس للهايبرتنشن والليبيد بروفايل واتابعه ثلاث شهور انا مش هحن عيان 6 9 بعد 6 12 هفكر انا اعمل حتى لو سنتر انفولفد ماك زي العيان ده كده بس مع تنظيم السيستميك كونديشن ممكن عنده تتحسنه وداوت انجكشن يعني المنظر ده يو دونت تراش تو انجكشنز ناو لا هو انا يمكن I inject and برضو do laser temporal to the macula in this particular patient كل الاريا دي طبعا الاريا دي بتهيأ ان few laser shots في السنتر دي هتصلح لنا كتير قوي بس على اي حال الميزه في الحالات دي ان you are not in a hurry in a diabetic يعني البوليسي بتاعت الدكتور سمير ان هو يستنى شهرين ثلاثه
حتى لو في some deterioration مش مشكلة غالبا هترجع تاني. لان فعلا ده اللي في البروتوكول فيه كاتبينه ان diabetic macular edema is not typically rapidly progressive, even can improve with some strict control of general condition. And even mild centrally involved with good visual acuity can we can observe and avoid the cost and the burden and the risk of this repeated anti-VEGF. طيب مشكلة ثانية بنقابلها بقى دي ودي عين بتاعي أنا الحقيقة اللي شفته type 1 diabetes بنشوفها أكتر في younger age group اللي هو type 1 diabetes وجاي ب 20/20 vision بتشيك بس عشان موضوع السكر. البريفرال ريتنا في الاكزامينيشن بالبايميكروسكوبي ما عجبتنيش فطلبت له فلوروسين طلع المنظر ده في اسكيميا وابتدى فيه ايرما ونيوفاسكولاريزيشن الماكيولار بيرفكتلي نورمال وفيجن 6 على 6. مشكله ايه بقى؟ عينه ما بيشتكيش من حاجه وشايف 6 على 6 بس انا شايف فيه قنبله اسيبه ولا اتابعه ولا اعمل له ايه ده؟ ولا في نفسي. لا هو بالنسبه للحاله دي طبعا برضو اختيار جيد جدا, لان دي حاجه من الحاجات اللي بتحيرني صعبه يعني. جدا انا اقنع عينه ان اعمل له حاجه اصلا ليه هو ما بيشتكيش وشايف 6 على 6. اولا برضه هنتكلم معاه ودي حاجه برضه دايما بعيدها العيان بتاع الريتنا عموما والديابيتك والايج ريتد مايكرو ريديجيشن ده محتاج ان انت تقعد معاه شويه يعني مش نتفاهم. العيان ده يمكن اعمل له ليزر تو ذا اسكيميك اريا التمبرال اريا بريفرال تمبرال يعني المناطق اللي باين في فلوريسين جايدد ليزر ثيرابي ما عملوش بي ار تي كامل. تمام. والمسج اللي بقولها من هنا كمان ان احنا ما نعتمدش على الاوستي بس, احنا لو خبينا الفلوريسين لو بصينا على الاوستي تي العيان ما بيشتكيش 6 على 6 وشفنا الفلوريسين ده الاوستي تي ده هنقول له انت كويس قوي وروح. هيجي بعد كام شهر بصم مايت حتى فيتراس هامرش ونقول ده جه منين, مجرد بس ان في الانيشال دياجنوزز ما عملناش الفلوريسين انجيوجرافي ولقينا فيه القنابل دي. ايه رايك فرسان؟ انا بشكر حضرتك جدا على الحاله دي لان احنا دايما بنقول ان احنا اول ما بنشوف عيان عنده مايلد دايابيتيك تشينجز نعمل فلوروسين انجيوجرافي انيشيالي ونعمل او سي تي, بعد كده هنقدر نتابع بالاو سي تي عشان الحق ما نركنش الفلوروسين هاب رول ونعمله في الاول. طبعا ده عيان 6 6 في اسكيميك اريز العيان ده ممكن بعد كده يتحول لفاسكر جلوكوما واحنا مش حاسين, فطبعا انا هعمل زي ما قال الدكتور مصطفى هعمل له سيكتوريال بي ار بي او تارجتد بي ار بي على الاسكيميك اريز بس اند اي فيل اي ويل فولو هيم اب ستريكتلي وهعمل له ستريكت كونسلنج. تمام. في حاجه في الفلور هو نفس الكلام برضو بالظبط, هو المين ستريكت دايابيتيك كنترول اي مي اد بس فوكال ليزر في سيرتن اريز فوكال تمبرال ماكيولار. يس اوكي. لا هو بص العيان ده الازهر عنده ازهر عياني ده العيان الثاني 6 6 وناثينج العين دي اللي فاتبان فيها كده هو اللي هو كومبليتلي اسيمتوماتيك دي اكسيدنتلي ديسكفر اريا زي ما قلنا الفلوريسين از اسينشال هنا از انيشال اللي جوز باين لنا الكلام ده. ثانيا الكالتشر بتاع العين بتوعنا بيختفي طول ما هو كويس يختفي, هيجي لنا بيتر سامرج ببريشر عالي نيوفاسكولار جلوكوما ما كنت كويس هل نلحقه في المرحله دي ولا نسيبه لما يجي لنا مشكله اكبر؟ تهيألي ما نسيبوش كده. السؤال اللي حضرتك الفلوريسين بتعمل السيكونس يعني مثلا كل 3 شهور 6 شهور. بص اهم الانيشال دياجنوز زي كده لان لو اتكلت على الاو اس تي بس هنقول له روح انت زي الفل ما عندكش حاجه. الانيشال دياجنوز بعد كده لو ماكلر اديما وانجكشنز بنتابع بالاو اس تي وبنقلل الفلوريسين قوي ممكن ما يحتاجوش تاني خالص ما دام عرفنا بريفري كويس. لو لقينا شكينا في حاجه في الاكزامينيشن اي ايرما او ابتدى في بادس او نيو فاسيس نعمل فلوريسين بقى وايت فيلد فلوريسين. دكتور مصطفى هو السؤال اللي بساله على الفوكال ليزر ان ذيس بارتيكولار كيس يو مي هاف مايكرو انيريزمز اند ذي ار ايفن ليكينج بات ذي ار كومبنسيتد ذا ريت اوف ابزوربشن اوف فلويد از ايكوال تو ذا ريت اوف فورميشن اوف فلويد اي دونت ثينك يو هاف تو تريت ذم لان الناتشرال هيستوري بتاع المايكرو انيريزمز دي تيك سام تايم ذن فانليس ذي ار decompensated I won't treat them actually. هنا they are compensated هنا مش شايف فيك الماكلا completely compensated مشكلة الاسكيميا في البريفر دي بنشوفها اكتر في type 1 diabetes في younger generations.
هل الوقت هيسمح ان في حالات تانية ولا زي ما انتوا عايزين؟ شور طبعا. لا لا مش تحت ايدي الحقيقة. Personal experience, which is definitely a vast experience. Do you think that this patient is not proliferative? I would say that this patient is proliferative diabetic retinopathy. They proved otherwise. It is proliferative. طبعا ترى في نيو فيسلز حتى من غير وايد فيلد في نيو فيسلز. البريفرال بريفرال يو ار جوينج تو هاف اي ثينك اكثر بكثير at least 360 ديجري بريفرال اسكيميا اكثر شويه. حضرتك احنا انا كنت مره معلش ما شفتش المريض. حضرتك احنا اتفقنا ان احنا وات وي ار جوينج تو دو فور ذيس بيشنت الليزر للكابلر اسكيميا بس. I would think ان في ستاديز بتقول ان الانتي في جيف بريفنتس ذا بروجريشن اوف اسكيميا. بس هاو ماني انجكشنز؟ I think ان احنا ا سنجل انجكشن اند يو شود اوبزرف بس وي دونت هاف سفيشنت داتا وي ستيل هافنت سين ذا بيريفيرال ريتينا. يعني I think ان انت if you see a peripheral retina and you find out that this patient is having total peripheral ischemia, I think your decision would be injection and peripheral laser. Okay. Exactly. لو كان في excessive ischemia new vessels are. تمام. اوكي. طبعا حالات كتير وما بتخلصش بس الوقت طبعا عشان الايه كله حصل delay. نشكركم جدا على الحضور وصبركم معانا.